قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشر جنيهات البلاستيكية بوليمر والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنك نوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها. ويأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، حيث تم تصميم العشر جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر.